السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال اليهود والنصارى: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فجاء الرد الإلهي: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أرشد الله عز وجل عباده المؤمنين وقال لهم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.